عدنا من جديد، سعيدة أن يكون معي دكتور نازك محمود عبد الفتاح، استشاري باطنية وكلى مستشفى أحمد قاسم. بكرة إن شاء الله حيكون في يوم علاجي بالمجان، لمعرفة التفاصيل أكثر أسعد بالترحيب بالدكتورة نازك. صباح الخير. صباح النور. كيف صحتك؟ إن شاء الله كويسة. الحمد لله، الله يخليك يا رب. مبدئيا دخلنا في فصل الصيف، مع انه شايفه الليله الاجواء كويسه، لكن الاهتمام بشرب السوائل وخصوصا المياه دكتور نازك. اكيد اكيد، نحن طبعا بكره اليوم العالمي للكلى، الاحتفال به هو بصفه عالميه وقوميه، مفروض نعمل فيه محاضرات توعويه عن أمراض الكلى وكيفية الوقاية منها وكيفية متابعة المرضى اللي هم في المعرضين أكثر لأمراض الكلى. أكيد شرب الماء هو حاجة يعني حجر أساس في نسميه باكون في العلاج أمراض الكلى أو في الوقاية من أمراض الكلى. نعم، فدي واحدة من الحياة اللي بنوصي بها كل المواطنين بغض النظر عندهم مشاكل في الكلى ولا. بعد ذاك طبعا القصة بتتقسم على حسب الأمراض. نعم. فلما يتشخص المريض بمرض الكلى ويبقى في مراحل معينة، بتبقى في حسابات ثانية في موضوع السوائل وشرب الماء. ما دائما شرب الماء بكثرة هو يعني بيكون علاج لأمراض الكلى. نعم. دي نقطة مهمة، مفروض كل الناس يكونوا فاهمينها. يعني في أوقات معينة صحيح شرب الماء حاجة مهمة جدا لكميات كبيرة، لكن في كمان في يعني حاجات ثانية يكون هو ما بالمصابية وبالصورة دي. كل سنة وانت طيبة. برضو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وانت برضو في مجال مهم وصعب دكتور نازك. وانت طيبة يا رب. اليوم العالمي للمرأة فخر لنا كلنا كنساء، وبنكون سعيدين بيه وسعيدين الناس تحتفل بينا. المرأة السودانية دائما هي مرأة قوية ومنجزة ودائما سباقة في كل المجالات ومجتهدة ويعني ايوه بتكون سعيده انه الناس تذكرها وتحتفل بها في ايام دي. هل في اي عيادات مجانيه بكره حتكون؟ ايوه. نحن منسقين الاحتفال باليوم العالمي للكلى على مستوى السودان كله. نعم. وعلى مستوى ولايه الخرطوم. ولايه الخرطوم في عيادات مجانيه حتكون في مستشفى احمد قاسم، في مستشفى الشهيده سلمى، في مستشفى ابن سينا، في مستشفى بشاير، في مستشفى شوبه، والاطفال عيادات برضه لاطفال الكلى، عياده مجانيه في مستشفى شوبه حتكون. وبالنسبه لباقي المستشفيات دي هي عياده للكبار. الفئه المستهدفه انه نعمل مسح للامراض المزمنه اللي هي ممكن تاثر. ان شاء الله في ميزان الحسنات. شكرا جزيلا دكتور نازك على تواجدك معنا في هذا الصباح، شكرا جزيلا. بعد الاغنيه حنبتدي طوالي مشاهدينا ان شاء الله طرح موضوعنا لهذا الصباح. احيانا لما تكون انت في قمه سعادتك او حتى في قمه الحزن الشديد، بتلاقي اول شخص امامك وتفضفض له. الفضفضه مع الشخص الخطا يكلف غاليا. حنتناقش في الموضوع ده، وخصوصا الشابات، بما انه الليله اليوم العالمي للمرأة. في فئة من الشابات الصغيرات اللي بيكونوا أحيانا في جهجهة بتاعت مشاعر، وبيتجهوا لشخصيات غير موثوق بها تماما للفضفضة. فهنتكلم عن الموضوع ده، نسمع ونعود.